السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تعمل حساب على تشات جي بي تي 4. طبعا معروف هنا لما تيجي تعمل ابجريد بيقول لك هنا ان هي الخطة المجانية والخطة المدفوعة، ان الخطة المجانية بتبقى بطيئة شوية وفيها المعلومات اللي هي البسيطة الأولية، والخطة المدفوعة بيكون الموضوع بيبقى أسرع شوية، وكمان بيبقى المواضيع اللي هو بيديها لك بتبقى محدثة. لكن هقول لك ازاي تقدر تستخدم تشات جي بي تي 4 او تستعمل ابجريد لين من غير ما تحتاج انك تعمل اي اكاونت او بتدفع اي جنيه من معاك. كل عليك بس انك بتفتح موقع اسمه POE تمام دوت كوم. الموقع ده اللي هسيبه لك في الرابط اسفل الفيديو. مجرد بس ما بتضغط عليها ضغطه كده بيقول لك هنا تشات جي بي تي 4 تمام، وعندك هنا تشات جي بي تي العادي وبعض المنصات التانية اللي بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي. انت بيبقى ليك وقت محدد انك تقدر تستخدم تشات جي بي تي 4، ممكن تقدر تستخدمه على الاقل 5 ساعات في اليوم. بضغط عليه ضغطة كده علشان مثلا تقدر تكتب عليه اي حاجة انت عاوزها. وده تشات جي بي تي 4، والموقع الوحيد اللي بيقدر يفتح لك اي حساب من غير ما تحتاج اي اكاونت. يعني مثلا لو جيت اجرب كده واقول له مثلا افتح على متصفح خفي، لازم انا احتاج كتابة رقم التليفون بتاعك. تضغط هنا كده وتحدد رقم التليفون بتاعك، ومجرد ما يوصل لك رسالة التفعيل تضغط على كلمة جو، او بتستخدم الاكونت بتاع الجوجل بتاعك. لكن لو جيت تبص عليه كده هتلاقي تشات جي بي تي 4 هو بيقدر يفتح لك الاكونت من غير ما تخش على تشات جي بي تي نفسه. يعني الشرح كان بسيط جدا، مش محتاج اي تعقيدات. لو في اي حاجة مثلا انت محتاجها هقدر تقدر ترسلني في كومنت. لو انت محتاج برنامج على او حساب على تشات جي بي تي كلمني على طول، وانا اكون عامل لك الحساب مجاني. واشوفكم في حلقة جديدة، بس المهم ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. ومع السلامة.